النهارده هنتكلم على جزيره الوراق. جزيره الوراق ليها مكان مختلف جدا ومكان مميز جدا، ولكن مع الاسف هي مليئه بالسكن العشوائي الذي لا يليق بمكان هذه الجزيره. وبالتالي الدوله والحكومه شغاله على ان هي تطور جزيره الوراق، ولكن لازم طبعا يحصل اخلاء لكل المنازل ولكل الناس اللي عايشه على الجزيره دي بشكلها العشوائي. فاحنا شايفين متابعه من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكان النهارده في اجتماع تم الاعلان فيه ان اكثر من 70% من هذه الجزيره اصبح الان في حيازه وملكيه هيئه المجتمعات العمرانيه. بالتالي احنا عندنا حوالي 30% لسه فيها ناس ساكنه، لسه فيها شقق لم يتم اخلاءها ومباني لم يتم إخلاءها علشان الدولة تبدأ تتحرك وتطور في هذه الجزيرة. من أهم النقاط هي فكرة التعويضات اللي أخذها أهالي وسكان شقق هناك. إحنا بنتكلم في أكتر من 2000 وحدة سكنية أو 2000 منزل موجودين في جزيرة الوراق. ناس منهم أخذوا تعويضات مادية، ناس منهم أخذوا تعويضات سكنية. كمان ممكن نكون شفنا شقق بأساس كمان داخل هذه الشقق. نتعرف على تفاصيل خاصة بكل ما يحدث في جزيرة الوراق، وبينضم لينا على التليفون الأستاذ محمد زكريا الصحفي المتخصص في شؤون الإسكان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بمتابعات الكرام. يمكن حضرتك تشكي في جزيرة الوراق، ويعني عن المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى. يعني خلينا بس نبدأ نتكلم عن تحت الجزيرة دي، بحيث أنت 115 سكان، وخلينا برضه نحدد بشكل أكثر للسارة حضرتك الكرام، إن هي بتبقى ملتقى بين محافظة الأبوذية والجيزة والقاهرة. يمكن قريبة كمان جدا من ناحية بيت الفرج وعلى الطريق الإبراهيمي شمالا. يعني يمكن إدارة الإسكان قطعت شوط كبير خلال الفترة الأخيرة في تصميم وتخطيط منطقة جزيرة الوراق على أحدث مستوى في التصميم المعماري واتباع أفضل الأساليب المعمارية الموجودة على مستوى العالم وعلى مستوى الخدمات المتقدمة. يمكن برضه خلينا نتكلم عن إن كان في ديسمبر 2018 قرار كويس المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء جهاز أو إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، يرفع عدد المجتمعات العمرانية تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة. وإن كانت الهيئة برضه حذرت من التعامل على الأراضي الواقعة بالقرار التجاري مجلس الوضع رقم 20 سنة 2018، واللي هو تبع القطعة أو تبع المساحة الكلية من جزيرة الوراق. يعني برضه خلينا يعني نتذكر ان هدف الدوله ده بين كلمتين عن دوله، اللي هي نادي الدين طالب الدين سكان طالب الدين اهالي المناطق العشوائيه بشكل عام، ان هدفها التنميه والتطوير وليس اكثر. يعني هي هدف في الاول في المقام الاول ان التنبيه او توفير وحدات او مخصص يليق بسكان تلك المناطق، ويمكن ده شفناه برضه منموس على ارض الواقع في منطقة مثلث الجيوح، لما عرضت وزارة الإسكان ومحطة القاهرة للسكان بتأجير وحدات سكنية مقابل أن تقوم الدولة بدفع أو استزداد الأقساط لتلك الوحدات لحين العودة لتطوير الطرف الوسطى. وده يمكن شفناه برضه أغراض عملاقة حقل في منطقة مثلث المسجوري، ويمكن شفنا برضه الدولة اللي هي بدأت بشكل. طب يا فندم، يعني وصلنا لفين في الكلام ده؟ مع خلال الأيام القليلة عليك أستاذ محمد، وصلنا لفين في الكلام ده؟ يعني التعويضات دلوقتي دخلت في أنهي مرحلة؟ يا فندم، كانت دايما وزارة الإسكان طرحت 3 تعويضات لسكان المنطقة جزيرة الوراق بشكل عام. كان قالت إن خلاص في شراء أراضي، يعني ممكن يشتري الناس مقابل شراء أراضي وتجديد الأداء، ممكن توفر لهم حاجات سكنية في اقرب مدينه ليهم. كانت طرحت مدينه بدر ومدينه الشروق والعجوم، وكمان طرحت عليهم وحدات سكنيه في مدينه حدائق كولر، وهي مقابل الحصول على الارض المملوكه لتلك الاقراض. يعني وبرده في نفس الوقت طرحت عليهم، احنا كان في 3 خيارات، خيار الحصول على وحده سكنيه، وخيار ان هي ياخد ثمن قيمه الارض او قيمه المنزل الاقرب ناتج. يعني
وده كان السبب الصراحه عليه ان هم خلاص نصور نرجعوا عيشوا في المنشاه الثاني زي ما حصل في جزء من البيت في السنه دي. وكانت وزاره الاسكان عرضت يعني كانت حاطه تكلفه مبدئيه كده لقيمه الاراضي الموجوده اللي في سبيل الحصول عليها كانت 7 مليار جنيه لحد وقتنا هذا. طبعا جهود كبيره شايفينها بتحدث حاليا في جزيره الوراء، سواء على صعيد التطوير الخاص بالجزيره او كمان يعني ان يكون كل حد بيترك الجزيره بياخد سكن لائق. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد زكريا الصحفي المتخصص في شؤون الاسكان.